ميري تتركي هنا وتجي تمثلي معنا؟ مثلي معنا يا ميري. تركت أسينات أنا. ترك أشرف أسينات، فبده حدا غير أسينات. تاخذ ماري تمثل معك. مرحبا، كيفكن؟ أنتم منيح؟ يعني نحن منيح. مبسوطين؟ زعلانين؟ لأنه معكن عائلة فنية ولازم تكونوا 100%. قرب العيد يا جماعة وينعاد عليكم بالصحة والخير والعافية. هالمرة أنا اللي عطشتك عن الحكي قبل ما أنت تطشني عن الحكي. عادي. هيدا الفلوج هو فلوج تياب العيد، قبل معمول العيد وقبل العيدية وقبل كل شيء. قبل الكليب قصدك؟ قبل الكليب لازم نروح نجيب تياب العيد. صح. ان شاء الله يكون المسلسل اللي قدمنا لكم اياه عجبكم. شو عندك تعليق على المسلسل؟ لا، انه حكينا فيه بفيديو معمول العيد. على كل الاحوال رايحين هلا نجيب فساتين للاولاد، للبنات مش للاولاد، لخالته نور. خالته نور، هاي. رايحين نجيب تياب للكليب وتياب لشو؟ للعيد. انعاد عليكم. طيب، بتحب تزيد تفاصيل تاني؟ لا، بدي اقول خليكن عم تتابعونا، خليكن عم تدعمونا، شدوا همتكن. في كتير ناس، برجع بقول، في كتير ناس قالوا انه ليه ما عم تنزلوا مسلسل على القناة الاولى اللي هي هيدي قناة عائلة فنية الاولى الاصلية. بدي اقول لهم انه نحن ان شاء الله بعد العيد رح ننزل المسلسل، نرجع على هاي القناة، ولكن من دون مقدمة شهرزاد وشهريار، ومن دون النهاية اللي بتختم فيها كمان شهريار وشهرزاد. يعني حنقدمهم كحلقات بدون شهرزاد والشهريار، طبعا تحت رغبتكم وطلبكم انتم. بعد في شيء؟ لا. طيب، قبل شو رأيكم باللوك الجديد؟ اللوك الأتراك بوراك والممثلين السوريين عاملين عن جديد. المهم، قبل ما نبلش بكل التفاصيل، ما تنسوا لايك وشير وسبسكرايب. خليكم معنا. ومثل العادة تيابنا ما منجيبهم إلا من عند ميس بينكي ومحلاتها الشهيرة. إن شاء الله أجواء العيد حافلة. والله جايبي كولكشن جديد منيح. تعم صور هيك. سيسي تعي تعي بابا تعي. سيسي. أشرف حب هيدا لمليكة. سألت عن قياسه. هيدا في قياس مليكة؟ 9 سنين. بس حسيناه شوي قصير. ما بيجي طويل لتحت. اوكي. هذا لمين؟ لها حلا. بس كمان بيجي قصير. كمان قصير بيجي. يلا ايسي. طيب خلي هذا لكن الايسو. هلا ما في قياس الا هيدا، ما هيك؟ طيب خدي هيدا بيجي قصير. انت اخترت لها هيدا اللون. هي. لا ما حلو. فرجيني يا هيدا بدك تطلع على الاسود. انت حبيتي هيدا؟ حبيت هيدا. جد؟ هي حبيته. فرجيني. شوفوا اذا بيطلع صح. وهيدا انت اخترتي لها هيدا كمان. اوكي. بدنا بعد توب على هاي. اوكي. نص. ايه. على فكرة في اشي كتير حلو مش عم يختاروها. ليك بعمل لك ليك هيدا ليك حلا مثلا. ليك شو حلو هيدا. فرش حلا.
كتير حلو، كتير حلو. حلا اخترت هيدا، حبيتي؟ فرجينا الشابو عليه. هاي الشابو هيك ف حلو، حلوين. وهيدا اللوك يلي اختارته مليكا. شوفوا مليكا وجهها صار احلى الحمد لله. نحن اليوم قبل 3 ايام من شهر رمضان، لاحظوا هول القصص اللي اخذتها من الجدره بس صاروا افضل بوجهها. اشرف شو عم تختار؟ اختار لجولي. لجولي؟ انا بس اجي صوت بدي اختار لجولي وبس. بس لجولي؟ بس لجولي. فرجينا شوف في قصص حلوه. ليه؟ واو. بس هذا ما بعرف اذا بلبسه ولا لا. شو في بعد؟ اثنين هونيك. اخترت لها اثنين انا، انت شو عم تختار بعد؟ انت انا اللي اخترتهم على فكره. انت؟ والله انا فاجئتك عليهم. خلص يا اشرف، انا وياك واحد. لا مش واحد، عن جولي مش واحد. ليك شو حلو هيدا، شو الموضوع؟ بس صغير كثير هيدا، هيدا لبنت شو اسمه؟ بنتي. هيدا لك شو مهضوم؟ صغير. صغير؟ صغير بالتقل. وهيدا كمان حلا جربتي هيدا؟ حبيتي؟ حلو. جربي هيدا. يلا جربي لي هيدا كمان بليز. يلا هيدا ايه يلا. لا لا شوفي شوفي بسي ببين على اللبس. يلا ببين ببين. فإذا شو؟ هيدا كبير. شو انت خلص ما عاد فيق لجولي يعني؟ خلص ايه لا هوليك انت استفدت منهم ايه؟ شو موضوع مين؟ قول جبت لها كذا غرض بيبقوا بيشوفوهم على قناتها. ايه ما تكتر كثير لانه عم تدفعني لي مصاري. ما بيأثر لجولي. فرجيني هيدا؟ شو مهضومين؟ هيدا بس يصير عمرها لتكبر هيدا. ثلاث سنين. حبيتيه؟ يلا حلو كمان فوتي بدلي. يلا نشوف لك شيء تاني بعد، شيء تالت او رابع او خامس. يلا طيب عشان تغرق بس شكلي هلا. طيب يلا شو؟ ايه حلوين كتير يا جماعة. رجع صغير اشرف عم يتمرجح على المرجوحة. ركبنا المرجوحة كيف المرجيحة بعدنا عم نختار للولاد، بعدنا عم نختار للولاد التياب. نور خالته نور عم تختار كمان. لا إلا بعد ما عجبك شيء بختار لزهراء بعدك. آه لزهراء بعدك؟ لإلك معك ما اخترتي؟ هلا كل هيدا الشيء الحلو كل هالاشياء الحلوة بعدكم ما شو؟ ذوق أصعب. طب وانت شو؟ اول واحد بيختار قد ما في اشي حلوه. عن جد في اشي حلوه. طالعين نشوف لون احذيه. وينو اشرف؟ اطلع. شوف الاحذيه. ما تختاروا اشياء كعب عالي بليز. ما تختاروا كعب عالي. خاصة حلا. حلا يا حلا. يلا شو؟ شوفوا شو بدكم. ميرسي. ميرسي. شو في غير السبادينات؟ يعني شيء للفساتين لهيك شيء. صندل. هونيك. وين؟ وين؟ هيدول كلهم بعدهم ضمن الشوز السبادرين. بدي مثل سكربيني او شيء للبنات. اه يهون اوكي. تعو تعو. لا ما في كبير وفي صغير. خدي لي هيك شيء لحلا. شوفي لي لمليكا. يلا. شوف مليكا اذا ما بتجي على قد اجريك. شوفي مليكا. ما تدعسيها من ورا، ما تدعسيها من ورا. صغيرة. ايه ما تدعسيها من ورا، صغيرة؟ كثير. طيب شو فيها انت يا مليكة بليز؟
يلا قد اجريك؟ ايه بالضبط؟ يلا خديها. ايه يلا خديهم اثنيناتهم. هلا هي بتعطيكي فردتهم. What's your name? What's your name? ماري. ماري اعطيها فردة هيدي والازرق. ماري تتركي هنا وتجي تمثلي معنا. مثلي معنا يا ماري. تركت اسينات انا. ترك اشرف اسينات فبده حدا غير اسينات. تاخذ ماري تمثل معك. منيح؟ مش مضايقك ابدا؟ لا. اكيد ومن هون؟ لا مش مضايقني. مش مضايقني اصابع اجريك. اوكي يلا خدي واحد هيك وخدي لون تاني منه. اذا في ازرق مهضوم. يلا. مثل البي اللي ناطر اولاده ليخلصوا قياس التياب العيد. مثل البي ليك ورا لك ايديه مثل الختايره. شو؟ بدي واحد رمادي من اي؟ على اول وحده لبسناها البدله هيدا؟ طيب شوفي هيدا يلا يلا شوفي قياسك. يا جماعة يا جماعة عليكم شو؟ مع بنات يا جماعة رح وقف تصوير لأنه الظهر مطولين مليكة وحلا مع بنات يختار تياب بموت. ايه بيتعب كتير بينطر كتير. الشباب بيروح بنقي قد اجريك هيدا؟ حسه كبير أنا. لا يا جماعة وهلا التياب لحلا ومليكة مع الشوز لإلهم خلصوا. مش الحال؟ يلا وين زهراء خلصت ولا بعد؟ زهراء؟ زهراء؟ واو كتير حلوة صراحة كتير قوية مش شوي. هيك فرحة فرحة في هيك ألوان الأورانج الأصفر واو الأحمر كل شيء أخضر كل شيء فيها لون الوان حلوه. اوه كل يلي اختاروهن الاولاد وخالته نور وزهراء. مش الحال خلصت يا نور؟ خلصنا اشرف صار فيك تيجي حررناك خلصنا. هاي زهراء شو عم تعمل بجمعه هيك؟ بجمعه هيك يلا لكن يا مشاهدينا لهون بنكون خلصنا يومنا وما تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب ومنحبكم كتير 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 وباي يلا يلا احملوا معه احملوا معهم ما تحملوا فوق طاقتكم الباقيين يحملوا معكم يلا الى اللقاء.